هؤلاء أطفال قضوا شهر رمضان بالمؤسسة الاستشفائية المتخصصة لعلاج الحروق بعيداً عن الأجواء الرمضانية. لحظات قصيرة من اللامبالاة كانت كفيلة بأن تسبب حوادث حروق جد أليمة راحوا ضحيتها. كانت تلعب بالكرسي هكذا وتحت من الأرض تحت فوق القدرة فيها الماء وكبل الماء عليها وتحرقت. حروق متفاوتة الخطورة، بعضها استلزم إجراء عملية جراحية مثل ما هو حال الطفلة رفال ذات 5 سنوات التي التهم الزيت الساخن أطرافها السفلية. كنت ندير في القريوش، كملت طفيت المقلة ومن بعد رحت نحي ديبلاسي الماشينة هذيك نحيها. من بعد أنا درت هي راحت للمقلة، جات طلع الدار جات تفاصل. من بعد ولات عليها، أنا ما شفتهاش، أنا هي اللي حكت لي. كنت مع ماما بعد رحت طلع الدار جابهم قعد وقصتها بكراعين وبعد زلقت. ومن المؤسف أن يطلق شهر رمضان صافرة الإنذار بمستشفى المحروقين، حيث يتضاعف عدد الإصابات مقارنة بالأشهر الأخرى من السنة. 20 يوم الأولى من شهر رمضان تلقينا 305 حالة من الحروق، تسمى جينيرالمون اللي تطلب أنا في سبيسياليزي، منها 35 حالة خطيرة وين استلزمت لوسبيتاليزاسيون، تسمى شديناها عندنا. ويتراوح لا ماجوريتي دي كا صدي العمر تاعهم يتراوح بين 6 شهور و4 سنوات. الأغلبية تاع الحالات اللي استقبلناها هي من السوائل، دونك تكون الزيت سخون ولا الماء سخون ولا الشوربة ولا لي سوب، دونك متعلقة بالطياب جينيرالمون. هو سيناريو يتكرر كل سنة، حيث تشهد جدران المؤسسة الاستشفائية عن معاناة أطفال من حوادث حروق أليمة قد تتسبب أحياناً في عملية بتر الأعضاء أو فقدان الحياة. ما يدخلوش وين كاين الماء والزيت.